السلام عليكم وأهلا بكم. هنبدأ مع بعض سلسلة حل امتحانات المحافظات الصف الأول الإعدادي لغة إنجليزية. خدنا مع بعض مجموعة من المراجعات ومجموعة من الفيديوهات المهمة، هسيبها لكم في صندوق الوصف. والنهاردة هنبدأ محافظة القاهرة، إدارة دار السلام التعليمية. هناخد مع بعض أكتر من 20 امتحان، هناخد امتحانات الوزارة، هنعرف إزاي نحل الباراجراف، إزاي نحل سؤال المحادثة. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض محافظة القاهرة، إدارة دار السلام التعليمية. السؤال الأول، listen and choose the correct answer from A, B, C or D. يعني استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. ده نص استماع، بيجي المستر يقول وأنا أركز وبعد ما أسمع أحل. بس يفضل تقرأ الأول الأسئلة وتشوف الأسئلة بتتكلم عن إيه، ولما يجي المستر يقرأ نص الاستماع تكون الأسئلة اللي أنت قريتها مركز بقى في النص فتبدأ تحل. طب تعال نشوف كده، نقرأ الأول قبل ما المستر يجي يقول لنا نص الاستماع. عاصم leaves with his، عاصم بيعيش مع uncle عمه، father أبوه، parents والديه اللي هو الأب والأم، grandfather جده. عاصم's grandfather جد عاصم، أهي محلولة أهي، إن هو جد عاصم. is a أو an، هل هو farmer فلاح ولا دكتور طبيب ولا child طفل ولا انجينير مهندس. طبعا هنا بيقول لي ايه او ان، ليه ما جابش حاجه واحده؟ ما هو لو جاب لك ان هتختار على طول انجينير، عشان ان بتيجي مع الاسم المفرد المبدوء بنطق حرف متحرك. فهنا بيحيرك، هو جايب لك اربع كلمات في منهم حروف ساكنه نطق حروف ساكنه وفي منهم نطق حروف متحركه، فبيقول لك اختار الكلمه اللي تمشي مع ايه او ان على حسب ايه نص الاستماع اللي انت هتسمعه. عاصم نقط هيز جراند فاذر، هل هيلبس بيساعد ولا تيتشز بيعلم ولا تيكس بياخذ ولا ليرنز بيتعلم. عاصم ذا جراند فاذر جد عاصم، تيتشز انجلش يعني بيدرس اللغه الانجليزيه، جرو بلانتس بيزرع النباتات، بيلدز روتس بيبني طرق، هيلبس سيك بيبول بيساعد المرضى. هنقرا بقى المحادثه، هقراها اسمعوها كويس وحلوا معايا. عاصم ليفز ويز هيز جراند فاذر، اي الموضوع بقى سهل خلاص. عاصم بيعيش مع جده. In a small village. عاصم's grandfather is a farmer. أهو هو فلاح، خلاص سمعت كلمة farmer وأنا لسه قاريها. عاصم is kind and helpful. He always helps his grandfather. دايما بيساعد جده. With his work. عاصم's grandfather grows plants. Grows plants. يبقى لما أكون قاري نص قاري أسئلة الاستماع كويس وأسمع النص بلاقي سهولة في الحل. السؤال الثاني، جايب لي محادثة، فننزل فيديوهات شرح المحادثة بالتفصيل. Complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. نادر and تامر، نادر وتامر are talking about last holiday، بيتكلموا عن الأجازة الأخيرة. Where did you go on holiday last year؟ يعني أين ذهبت في الأجازة الأخيرة؟ أوكي؟ السنة اللي فاتت. قال له I went to Alexandria، أنا رحت الإسكندرية. قال له Where did you not؟ قال له I stayed. ما دام قال له I stayed يبقى where did you stay؟ يعني قعدت فين؟ where did you stay؟ أين أقمت؟ عشان stayed في السؤال بحط where، دي عشان بسأل عن المكان طبعا، اللي هي في شقة عمي، بحط استفهام ثم دي ماضي بحط did و I تحول ل you، يبقى بحط did و I تحول إلى you ثم الفعل في المصدر. where did you stay؟ أين أقمت؟ قال له أقمت في شقة عمي. قال له did you travel there؟ قال له I travel not train، بالقطر. يبقى هاو، هاو تسأل عن الحال أو وسيلة المواصلات. كيف سافرت؟ قال له I travel by train، سافرت بالقطار بواسطة القطار. باي بتيجي قبل وسائل المواصلات بس ما يكونش في أداة، مفيش آن، مفيش آن، يبقى باي ترين بالقطر. Did you swim in the sea؟ هل عمت في البحر؟ قال له إجابة. قال له what did you eat there؟ كلت إيه هناك؟ يبقى أكيد آه، yes I did، ايوه انا فعلتها او انا عمت. قال له what did you eat there، ماذا اكلت هناك؟ قال له نقط when I was there، عندما كنت هناك. يبقى I ate، الماضي من eat ate. طب ليه بنجيب الماضي؟ عشان did و eat بخليها ate، بجيب الماضي على طول. I ate fish، اكلت سمك لما كنت هناك. راح رحله الاسكندريه،
او في اجازه راح اسكندريه، فغالبا بياكلوا ايه؟ سمك في الاسكندريه. السؤال الثالث، قطع عليها مجموعه من الاسئله، يفضل تقرا القطعه الاول وتفهم معناها وبعد كده تحل الاسئله، لكن لو القطعه غلسه او صعبه ابدا بالاسئله الاول، حاول تقرا سؤال سؤال، حاول تدور على معناه وتفهم معناه وبعد كده تقرا القطعه بسرعه سريعه وتحل، هتلاقي الموضوع اسهل. نبدا بقرايه القطعه. هدى is an orphan girl. هدى بنت يتيمه. orphan يعني يتيمه. She lives with her grandfather. بتعيش مع جدها. Her grandfather جدها is an old man. رجل عجوز. He lives in a small house. بيعيش في بيت صغير. In a village في قرية. He has lots of goods. يعني هو يملك أو هو عنده الكثير من الماعز. هدى sleeps in a bed. هدى بتنام في سرير. In the attic في الصندرة. Of the house صندرة البيت. She drinks goat's milk. بتشرب لبن الماعز. And eats bread and cheese. وبتاكل كمان العيش والجبنة. She sees birds and flowers. بترى الطيور والورود. She loves the life. بتحب الحياة. In the village في القرية. She is very happy. هي سعيدة جدا. One day في يوم من الأيام her aunt arrives. يعني عمتها وصلت. And takes her. أو خالتها، مع أنت هنا بمعنى عمة أو خالة، وخدتها هير دي عايدة على هدى to the city للمدينة. Life in the city is exciting. الحياة في المدينة شيقة because there are a lot of places. لأنه يوجد الكثير من الأماكن to visit أن تزورها. But هدى doesn't like to live in the city. بس هدى ما حبتش إنها تعيش فين؟ في المدينة. She is very sad. هي حزينة جدا to be away. إن هي تبقى بعيدة from her grandfather عن جدها، هي كانت زعلانة جدا. نحل مع بعض أسئلة القطعة. Answer the following questions. أول نوع من الأسئلة أجب. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة. أنا بتكلم على هودز، يبقى هودز لايف، حياة هودا مثلا يعني، أو أي عنوان يشمل الفكرة أو لا. حياة هدى إن هي أول حاجة بنت يتيمة عاشت مع جدها وبعد كده عمتها جت خدتها، فبتكلم عموما عنوان يشمل الموضوع. What does هدى see in the village؟ يعني هدى كانت بتشوف إيه في القرية؟ هقول هدى sees، وهنا حطينا إس عشان في does، birds and flowers، تشوف الطيور وإيه؟ والورود. بالنص من القطع ايه؟ She sees birds and flowers. Why do you think؟ ليه بتعتقد that life is exciting in the city؟ ليه بتعتقد ان الحياة شيقة فين؟ في المدينة. لو رجعنا للقطع وبصينا عليها هتلاقي because، لأن there are a lot of places to visit، يوجد الكثير من الأماكن ممكن تزورها. يبقى يوجد a lot of، الكثير من places، الأماكن to visit للزيارة. السؤال رقم 4، the underlined word orphan. كلمة orphan يعني يتيم أو يتيمة. means someone، معناه يعني شخص ما. who has no father or mother، لا عنده أب أو أم. okay، يتيم يتيم. the underlined pronoun here عايد عليه، على هدى. اوكي، عايدة على البنت. هدى's grandfather، جد هدى، has lots of، لديه الكثير منين؟ طبعا goats الماعز، ما ينفعش dogs الكلاب ولا cats القطط ولا lions الاسود، هي goats الماعز، كانت بتشرب لبن الماعز وبتاكل الجبنه اللي معموله من لبن الماعز. السؤال الرابع، choose the correct answer from A B C or D. اختار الاجابه الصحيحه من الاربع اختيارات. At school break، في فسحه المدرسه. I play games، انا بلعب العاب. With my friends، مع أصدقائي. In the playground، مفيش غيرها، في الملعب. Some children، بعض الأطفال. In Egypt، في مصر. No at school. Bikes are fantastic، الدراجات رائعة. يبقى cycle يعني يركب دراجة، بتساوي go to school by bike. يبقى لما الاقي bikes are fantastic أو by bike أختار cycle على طول. cycle يعني يركب دراجة. A baby bird، الطائر البيبي. Is very not، it cannot fly for many days، مش بيقدر يطير لأيام عديدة. يبقى weak، weak هنا بمعنى ضعيف، لسه مش قادر يطير.
computers and mobile phones. الكمبيوترات والموبايلات are examples of, هي أمثلة لإيه؟ للتكنولوجيا طبعا، أمثلة للتكنولوجيا. A dolphin is a friendly نقط animal، أكيد sea animal هو حيوان بحري، ما ينفعش land حيوان أرضي ولا wild ولا بلاند، هي sea animal. A knot is something you buy to remember a holiday، حاجة بتشتريها عشان تفكرك بالأجازة. Souvenir، souvenir، souvenir هدية تذكارية. My aunt is very knot، she always gives me big presents، دايما بتديني هدايا، يبقى أكيد kind طيبة عطوفة. He lives in England، هو بيعيش في إنجلترا. So he not speak English، he can على طول، كان بمعنى يستطيع، هو بيقدر يتكلم انجليزي طبعا، هو بيعيش في انجلترا. Is he ده زمن المضارع المستمر مع he و she و it، بحط الفعل ثم ال ing playing، هنا he و she و it بحط قبلها is وبعديها ing، يبقى المضارع المستمر لو نفتكره am او is او are والفعل مضاف له ايه ing. هنا am بقول I، is بقول he او she او it، are بقول we او you او they. Okay. Where not you go on holiday last، ما دام last يبقى زمن ماضي، يبقى did، أين ذهبت السنة اللي فاتت في الأجازة. Okay. Read and correct، السؤال الخامس اقرأ وصحح. The underlined words، الكلمات اللي تحتها خط. I doesn't listen to music، I play football، لا I don't، أنا ما بستمعش للموسيقى، أنا بلعب كرة. أحمد doesn't like بيروها أي إن جي، يبقى like بلينك، أحمد ما بيحبش الشطرنج أو ما بيحبش لعب الشطرنج. Are there ده سؤال، some تبقى إني على طول، إني في النفي والسؤال، إني في النفي والسؤال. This is Alice's phone، عايز ده تليفون علي، يبقى عايز الملكية، يبقى Alice أحط أبوستروفي هنا، Alice's phone، ده تليفون علي، it's new، إنها جديدة. السؤال السادس write a paragraph، اكتب فقرة of about 80 words، من 80 كلمة، على my favorite sports star، على نجم الرياضي المفضل. هكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، اسيب مسافة في اول سطر، الحرف الاول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. غالبا بيبقى الحاجة المنتشرة محمد صلاح او مو صلاح، هقول محمد صلاح اول حاجة، is Egyptian هو مصري، he is very famous هو مشهور، he plays football for Liverpool هو بيلعب كرة قدم لليفربول. هبدأ أتكلم عن أعماله في مصر الخيرية، هبدأ أتكلم عن إن هو بيحب يحرز الأهداف، يحب يحرز الأهداف. لازم أراعي قواعد كتابة الباراجراف، أنا وبكتب العنوان في نص السطر، أسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. وإن شاء الله هنزل فيديو لشرح الباراجراف مجمع بالتفصيل، ولو أنتوا عايزين تحلوه حلوه صبحوا لنا في التعليقات، وقريبا هنزل الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.